كان عندي شعور بأنه عمل كل محاور هدفه إظهار المعلومات اللي ممكن تهم المتلقي. ولنجيب أي معلومة في كثير طرق، أكثرها قرباً علي هي القصة. القصة اللي ممكن يسردها الضيف بتفاصيلها، بنبرة صوته، بانفعالاته وردود أفعاله، ممكن تحكي كثير، ممكن توثق فترات مختلفة عاشها، ممكن تأخذنا على أحداث مرقت معنا إحنا كمان، وبالمقابل نعيد النظر فيها ونتمعن بإحداثياتها. نحكي لبلد. حلقة جديدة بنحكي فيها لبلد، وعطريقنا منغني فيها لبلد. على فكرة بتلاحظوا انه مهما اختلفت اذواقنا الموسيقية في شغلتين نقدرش كتير وكأنه نغيرهن. الاولى هي الاغاني اللي بنسمعها بالراديو احنا سايقين بالعادة، حتى لو ما كناش كتير منحب هاي النوع من الغناني منغيرهاش، نستمتع فيها. والشغلة الثانية هي اللي منقدرش نغيرها بالاساس، حبنا للأغاني الفولكلورية والطربية العربية، يعني منحبهن ومنقدرش ما نسلطن معهن أو يكونوا هن الجو العام بمناسباتنا السعيدة. طيب إسا بنفع نبدأ نحكي لبلد عن مشوار طويل واسم برضو طويل. انطباعي الشخصي عنه أنه مجتهد كتير، متعاون كتير، وبحب الناس كمان أكتر بكتير، وبس تحكوا معاه بتحسوا بكوام الشغف اللي عنده على الصعيد المهني والشخصي كمان. نحكي لبلد مع خليل أبو نقولة. مساء الخير. مساء الخير حبيبي أمير. شو أخبارك؟ سعد مساء حبيبي. رضا من الله. لوين أخذوك هذول الصور؟ هو أول شيء طبعا يعني مفاجأة إنه أشوف هاي الصور عندها. بنعمل شوي بحث منيح. الله يعطيك العافية كل الاحترام. يعني طبعا صورة وأنا طفل صغير، يعني هي نوستالجيا هيك ترجعني. حنين إلى الماضي، بتحن للماضي؟ إيه طبيعي. يعني بكل جمالياته، رغم يعني كل زمن كل فترة فيها حسناته وسيئاتها، لكن بعد هالسنين بتصير تتذكر بس الحسنات والأيام الحلوة والطفولة البريء أو اللذيذة. في لحظات تأمل شو بدك ترجع من الماضي لليوم؟ كيف؟ بلحظات اللي بتكون فيها لحالك هيك، يمكن لحظات تأمل بينك وبين حالك، بعيد عن الأولاد وعن العيلة وعن الشغل وعن مشاغل الحياة وكثافة هاي الحياة، شو بدك تأخذ من الماضي ليومنا الحاضر؟ يعني كل فترة بالطفولة فيها أشياء اللي بحبها، هو بتحسسني بنوع من السعادة وبتطلعني من ضغط اليوم يوم ومشاكل الحياة وما هنالك. فيعني صورة الطفولة هاي هيك مع الراديو المسجل القديم وهيك. أول شيء بتأكد لي قديش إنه يعني الفن شغلة ربانية ربنا زرعها فيي من طفولي، لدرجة إنه يعني زي ما أنت شايف هذا المسجل القديم كمان، حتى يعني تقنية مش هوين تشغيله، فكنت مصر انه استعمله انه اسمع يحكي. حد المسجل القديم كان فيه كمان راديو، كيف علاقتك مع الراديو؟ طبعا بتحب هذا الميكس اللي بيعطوك اياه، بديش اقول رغما عن ارادتك، ولكن في شخص قاعد على شيء ما كان وهو عم بيختار لك شو تسمع خلال النهار. صحيح. بهداك الزمن زمن الطفوله كنا المواد اللي نسمعها خاصة الموسيقية يعني الفنية، بحكيش أخبار وسياسي وما هنالك، كانت مواد طبعا أيام الزمن الجميل اللي تربيت عليها وتربيت أني أسمعها وأحفظها
وطبعا في هذا الجيل الصغير بيعلق كل شيء بالراس بعده نظيف، بيسمع وبيستوعب وبيحفظ. فمن هون يعني تربيت على هذا، بقدر اقول انه تربيت على هذا اللون من الغناء والفن والموسيقى بشكل عام. غير هيك بتعرف في كثير نظريات بعلم النفس بتحكي انه الشيء اللي بيبقى يمكن مع الانسان في ذاكرته هو الصوت دائما مش الصوره. عشان هيك يمكن السينما مثلا بتخلد كتير، بس التلفزيون مش كتير بخلد. يعني اليوم في برنامج بيخلص الناس يمكن بتنسى، بيكون مرجع شوي في اليوتيوب يمكن، ولكن الناس بتنسى الصورة، بتنسى الأشكال، بتضلها معلقة بالصوت. لابد أنه بعلق صورة معينة مش أكثر، أما الصوت طبعا غالبا بضل معلق. عظيم جدا. هذا هو التمهيد يمكن لشو شفنا بالكليب الصغير ما بعد المقدمة. لما بطلع على خليل أبو نقولة وكمان بطلع على صور عيلته بحس أنه الشوارب نظرية في العيلة، هي نظرية ولا كيف؟ لا يعني مش نظرية عمليا. الوالد ولا مرة كان مثلا بشوارب، أما أنا في بداية طلعتي ما فكرت انه يعني ازيل الشوارب، ضلوا من بعدي اخوي وهلم جره، بس يعني مش تقليد او مش فرض، يعني مش شرط. صدفت انه عندي اثنين من اخوتي اللي مع شوارب او دقن، واحد لا مثلا بركبها وبفكها حسب مزاجه، حسب حاله الطقس، اوقات لك خلاق ترتبها، ما لكش خلاق ترتبها. بشكل عام بنمرق مع ضيوفنا على كثير مراحل، المراحل اذا بدك تمرق عليها فالعنصر الاقوى يمكن هو الصوره لحتى نرجع لها ونحكي عليها. هات نشوف صورتنا الاولى خليل. تفضل. واي 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 واي. مين في بهاي الصورة؟ واي واي واي. أولا يعني طبعا على العايش يعني الله يحميهن أطفالي ولادي التنين المحمولين. في طبعا هنا في كانت مسيرة الميلاد في مدينة الناصري، وطبعا هالشخص اللي حاملهن شخص الله يرحمه، شخص عزيز وغالي على قلبي كان وما زال، الأخ شكيب شمشوم، معلم سريد كشافة الصداقة في الناصري على مدار سنوات طويلة، وصديق عزيز يعني على الصعيد الشخصي، زميل وصديق وأخ مقرب، اللي يعني راح ضحية إحدى جرائم القتل اللي لم تحل مثل معظم كثير من سنوات، وجرحه بعده موجود ومفتوح صدقني في القلب. و قديش الناس ووجوه الناس بتبقى بذاكرتك مع تقدم المراحل ومع تقدم العمر وما الى ذلك؟ يعني طبيعي انه بظروفنا بشوف وبصادف ناس كثير ومعارف كثر في البلاد وخارج البلاد. بمرحلة معينة الذاكرة مش دائما بتسعفك انه تتذكر الكل، لكن في صور او اشخاص زي ما تفضلت قبل شوي اللي هدول يعني مهما طال الزمن او مواقف معينة حتى مهما طال الزمن بتضلها محفورة في الذاكرة، في الوجدان، في اليوم يوم حتى احيانا. هاي الوقفه يمكن هيك وقفنا عندها لحتى نحكي عن الناس اللي هيك بتبقى، بس هات نفوت على العيله الناس اللي بتبقى حتى لو احنا عندنا كثير مشاغل، عندنا كثير التزامات في الحياه اليوميه، عندنا كثير التزامات لعيله وشغل والتزامات حتى على الصعيد الشخصي. هات نشوف الصوره الاولى. طبعا الله يطول بعمرهن الوالد ابو خليل والوالده ام خليل، وفي الوسط هذا ابني الثاني راني في مناسبه هنا المناوله الاولى كانت كيف انا بتذكر هاي الصوره الوحيده هيك اللي التقطناها يمكن لوالدك ووالدتك مع بعض على الأقل في بحثنا المتواضع، وكان ابنك راني فيها. شو الفرق اليوم
بينك وبين نقولة أبو نقولة الوالد، وهو مطرب كان وعنده طبعًا تاريخ معروف. أكيد طبعاً. أول شيء طبعاً بوجه لهم تحية للوالد والوالدة. طبعاً الوالد معروف أنه كان مطرب معروف على مدار سنوات طويلة، من يعني بدايات سنوات الخمسين حتى منتصف أو أواخر السبعينات. مطرب معروف ويا صاحب صوت قوي ومحترف وعازف عود. وكذلك الأمر الوالدة أم خليل كمان، هي عازفة عود كمان وتملك صوت جميل. وعلى الهامش بنوه، مع أنه ذكرتها في العديد من الأحاديث، أنه أساس تعليم العزف العود كان على يدها في البيت في شغل 10 سنوات. فبوجه لهم تحية طبعا. يعني وجه الشبه كتير وفي بعض الاختلافات طبعا. وجه الشبه والفروقات، يمكن هذا السؤال التقليدي. إذا بدنا نطلع من الصندوق نسأل خليل أبو نقولة، شو أخذت من والدك وهو كان يمتهن ذات المهنة، وشو حطيت على الرف ما أخذتش؟ نعم طبعا أساس الفن، طبعا أساس يعني دخولي لحياة الفن كانت واضح يعني ما من خلاله، من خلال عمله، من خلال تمارين الفرقة اللي كانت تجرى في البيت، من خلال ما كان يسمعه بالراديو أو بالمسجل اللي شفناه مع بعض. يعني حتى على الهامش كمان بقول لك، كان يطلع على الشغل بالنهار يكون محضر هذا المسجل جاهز لكبسة واحدة، إنه أم خليل في حالة سمعت تسجيل أو أغنية أو أي شيء جديد أو مهم موصول مع الراديو، تكبس كبسة اللي يسجل عشان يوسع ريبورتوار، عشان يحفظ، عشان يقدم أشياء جديدة في حفلاته. وهذه المواد كلها طبعا كانت تصب بالآخر إنه أنا أسمعها كمان وأحفظها. عند خليل أبو نقولة قديش بتحس اليوم، أو كم مرة بتحس أو حسيت عفوا، إنه أنت بحاجة ترجع لهاي الدفيئة بحينها مع كل الظروف يمكن اللي رافقت طفولتك هون وهناك؟ دائما بحن لهاي الطفولة، على الأقل بهاي الأجواء، بهاي اللحظات اللي فيها الدفء وفيها الفن وفيها هدوء البال زي ما بقولوا، اللي بنقصنا اليوم كتير طبعا. في لحظات هيك صعبة بالحياة بتقول بدي أترك كل إشي وأرجع لهذا البيت، لهدور الوالدين ولكل هاي الدفيئة اللي بس بتعطي حب؟ يعني طبعا ما إلنا غنى عنهم في أي حال من الأحوال، لكن لابد طبيعي إنه كل إنسان بمرق في حالات أحيانا صعبة نفسيا، اللي ممكن يحس في لحظات حتى يعني على وشك الانكسار. وهذا إشي مش عيب ومش غلط، كل إنسان ممكن يمر بهاي اللحظات. اللي بتمنى ساعتها فيها الواحد إنه يرجع لأيام الطفولة خالي الهموم وخالي المشاكل وراسه نظيف، بس بفكر بشي يلعب أو يغني أو يحفظ أغنية أو يعني اهتمامات طفل بريء اللي ما فيها كل هاي مشاكل الحياة الحالية. عم نحكي عن الطفولة، هات نشوف شوي مشاهد وصور بالأحرى من طفولة خليل أبو نقولة على شاشتنا. واي واو كل صورك فيها العنصر الفني، وإذا نمرق كمان على صور إضافية ثانية، في العنصر الفني موجود بالدرجة الأولى. صحيح. يعني صح، شوف بكل إشي موجود. يعني طبعا هو لما حدا طالب مني أنه ألعب بالمسجل أو أشتغل أكبس على المسجل، فضولك هو اللي طالب منك بشكل عفوي، يعني واضح أنه بشكل عفوي اهتمامي بالمسجل. والصورة اللي سبقتها طبعا كمان يصح انه نذكر المرحومين الفنان عازف العود صدق شكري والأديب الشاعر والكاتب ميشيل حداد.
كان هنا في جيل، وهون كمان بهي الصورة أنا في جيل 13. هنا على فكرة كتير بتشبه الأولى ابنك. كتار حلوة. طبعا هنا الوالد يعزف العود، وإلى جانبه الفنان منير جبران أبو وسام الفنان كمان الكبير اليوم وسام. من هذا الطفل شو تغير، شو بقي وشو راح؟ الحياة بتعلم كتير يا أستاذي ويا أخ أمير. هون الطفل البريء اللي بحب كل الناس وبتوقع إنه كل الناس تكون تعامله بالمثل وتكون زيه. اللي بقي طبعا حب الفن ومحاولة تطوير الفن ومحاولة الغوص أكثر ما يكون في عالم الفن. بعدك مثل الصور فضولي؟ بعدني. الفنان الأصيل هاي مش بإيده طبعا، هاي موهبة الرب. وإذا نحط الفنان على جنب، خليل الطفل فضولي، كان انفعالي شوي؟ انفعالي في حالات يعني بس توصل القصوى. يعني معروف خليل طويل روح زي ما بقوله، صبور بحالات يعني نادرة ممكن يبطل صبور يبطل طويل روح، لكن الحمد لله أحاول دائما أنه أكون إنسان رصين ورزين وأحترم الكل وأتحمل كل. كنت بقول انك مثالي بهاي. لا مش لهالدرجه، ما في مثالي يعني غير بتعرف اليوم النمط وتعالى. النمط السائد، لكن بحاول. انا قلت بحاول. انت بتحاول. اوكي بتحاول. الوقت بمرق يا خليل، بمرق وبنكبر. بركض طبعا نشوف مرحله تاني معك لعيونك. مرحله تاني يمكن نروح على الشباب اكثر. هاي مرحلة عمرية اللي هاي بعد كتير سنين، بعد سنين مناح من الصور الأولى اللي صحيح. اللي فرجيناهن صحيح. ولكن عم نحكي على مرحلة شباب بوقتها، شو الأخطاء أو الأفكار الخاطئة يمكن اللي كنت حاملها وبعدين تراجعت عنها بهذا؟ هاي الفترة نظرتك للحياة بداية الجيل العشرينات يعني بهاي السنوات كنت ماخذ قرار انه ابتعد عن الفن. ليش؟ بهاي السنوات اجت هاجمتنا او كانت بدايه هجوم موجه الفرانكو اراب. وبسبب هاي الموجه بدي ينسحبوا من الساحه. طبعا قصرا، مش بارادتهم او قسم منهم على الاقل. بعض المطربين اللي كانوا بالساحه عندنا في البلاد، المطربين القيمين اللي مين انسحبوا بتقول يا ريت وما انسحب؟ اول واحد منهم والدي مثلا. وهالموجه بدات تتاثر حتى على اعمالهم، على الكم اللي كانوا يظهروا فيه، اللون اللي المحبوب او المطلوب في الساحه. جيل الصبايا وجيل الشباب اللي بده الفرانكو، فمن هون بدات تظهر فرق الفرانكو، فرق الغربي، فرق الجاز، كل ما هنالك، لدرجه حتى انه السهرات والاعراس بلشت تميل وتاخذ هذا اللون. هذا اللون. والفرق الموسيقيه مع الالات الشرقيه بدات تتضاءل وبديت تخف وكأنه في تراجع للمشهد التقليدي أو اللي كان رائج وقتها. فمن هون أنا قلت بديش أدخل عالم الفن، خلاص الوضع رايح وبقدرش أنا أعيش. وتراجعت والحمد لله أنك تراجعت عن هذا الموضوع أو عن هاي الرؤية. في فرد آخر رح ينضم لنا بعد لحظات، بس قبل ما ينضم بدنا نكسر شوي جو. شو بدك تسمعنا خليل؟ أنا رحت بالعالم هذا ونسيت شو ممكن ما إحنا خصوصي نعمل هيك، منطلعك من الجو ومنرجع منفوتك عليه عشان نأخذ الإجابات اللي إحنا بدنا إياها. حبيبي أنا معاك ولعيونك.
أيام السعد يا أيام السعد عودي وعيدي حبايبنا من الأرض البعيدة يا أيام السعد عودي وعيدي حبايبنا من الأرض البعيدة ويوم رجوع ويوم رجوع أهل الدار عيدي ويوم رجوع أهل يسلموا هالصوت حبيبي شو هاد شو هاد الله. وينك ليه تجيش عنا كل يوم حبيبي شو... بيشرفني عزمني كل يوم أنا حبيبي على كل واضح أنه يعني الموضوع ما وقفش من إن أولى الوالد لخليل الإذن لا كمل لمحلات تاني صحيح لازم نعرف عن مين كمل صح ضيفنا جاهز معنا يلا نقولة أبو نقولة أهلا وسهلا أنت بالكاميرا أهلا أهلا كيفك يا نقولة تمام شو أخبارك كل شيء تمام مرحبا يا أبو شو مرحبا يا أبو أهلا شو رأيك بهذا الصوت لا يعلى لي احكي تخافش احكي تخافش فيش شو ينحكى الصراحة بتتردد أوقات نقولة تغني حد وبتخاف يكون نقده هيك لاذع بخافش لأنه بحب دايماً يكون في ملاحظات اللي هي بتعطيني أكثر لقدام بتتفشني بتعطيني بوش اللي أقدر أتقدم بحياتي أكثر بدي أسألك سؤال نعم. إحنا بنحكي كثير مع خليل وخليل مش ضيف عنا خليل أبو نقولة عنا يعني صاحب بيت حبيبي بكل برامجنا بقناة مساواة نعرف كثير شغلات عنه بس حسب رأيك شو الشغلات اللي إحنا منعرفهاش عن خليل إذا بدك تعرفه بجملة نقول هاي سكوب إحنا منعرفهاش عن خليل في شغلات اللي هي إحنا مثلاً دايماً ننصحه فيها وهو بسويهاش هاي حريته الخاصة الملح وحبه للملح شو؟ ليه بتردش على نقولة؟ لحظة أفضل هو يحكي عن الموضوع بدكاش تغلط بالموضوع ساعتها بصير في عقوبات وغير الملح شو مفروض يوقف يوقف تخفيف دخان هو بدخنش بس دخان. لازم يخفف شو بتقول خليل يا فضحني يا فضحني شو موضوع الملح بس عشان نفهم يعني هاي موضوع الملح يا أخي شو أساوي أنا بحب كل إشي طعمته أو ملحته كل أكل يعني ملحتها بارزة فمن هون زايدة طيب مثل ما بدك يعني سلطة طبيخ كل إشي أي إشي حتى يعني في شغلات ممكن يعني أستحي أقول يعني إنه مثلاً ممكن العنب أغطب أي إشي ممكن أكله مع ملح ما عنديش مشكلة لا. شو؟ ما عنديش مشكلة
لدرجة أنه يعني بتلاقي الملح موجود في سيارتي، موجود في غالباً في جياب الأواعي والبدلات ممكن تلاقي ملح. يعني شو في شغلات بالحياة بدها ملح ليصير طعمها أحسن؟ أخلاق الناس لازمها ملح؟ هو في فلفل أسمر كثير يمكن عليها، إحنا بدنا نعدله بدناش نحرقه فمنحط شوية ملح بزبط الموضوع. بحاجة لتعديل. بحاجة لتعديل. هيك بحثنا شوي طبعا بدون تعميم يعني. لا طب ولا مرة إحنا بنحكي بتعميم، إحنا بالخلاصة عم ندردش. هيك إذا بطلع على نقولة وخليل، ومنوجه كمان تحية لراني في البيت. طبعا حس فيه وكأنه واحد ظهر الثاني، ومش شرط الكبير ظهر للصغير، لا اثنين في كتير عروض شفنا على السوشيال ميديا مع بعض. بتحس بهذا الموضوع؟ أكيد شيء لازم يكون بكل بن آدم. بالعرض اللي بيكون فيه خليل بتحس إنك هيك واثق من حالك أكثر؟ طبعاً أبوي سندي وظهري. شوف 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 شو عم تسمع الليلة. بس حلك تسمع هيك كل يوم؟ لا طبعاً. أكيد لا. أول شيء هذا واجبي طبعاً. معروفة مش لازم تنحكي، يعني هي معروفة شغلة دائماً بالبال ودائماً بالقلب كده. عظيم جداً. بس هيك عشان نعرف أو نحكي للمشاهدين أكثر، يمكن تعارف الشخصي مع نقولة. أول مرة اتصلت بطلبت من خليل إنه يمرق لي رقم نقولة، عشان أنا فكرت إنه يعني تعرف حدا كبير يعني إنه ابن خليل. فاتضح لي بعدين إنه شباب هيك في أول عمره بعده، وأنا شوي انصدمت لحد ما شفت أول فيديو بالفيسبوك بالأساس، وأنا أبحبش على نقولة صوت أكثر من رائع. ومؤخراً هو مش مؤخراً شوي، مؤخراً كتير شارك بمجموعة أغاني كمان بالفيلم اللي حكى عن مسيرة حياة عساف محبوب العرب. صحيح. كيف كانت لك التجربة فيها؟ تجربة كتير حلوة، كان فيها كتير شغلات اللي تعرفت عليها ما كنتش أعرفها، مش بس من ناحية استوديوهات، من ناحية حياة تانية. حياة كيف بيعملوا الأفلام، كيف بيعملوا تسجيل الأغاني بشكل عام. تعرفت على ناس، فاتوا ناس على حياتي جداد، كانت فرصة كتير حلوة وانبسطت كتير. شوف نقولة، احنا حكينا قبل الهواء وأنا بعرف أوكي، بس مش عشان بنحكي لبلد، مش عشاني ولا عشان خليل ولا عشان المشاهدين، عشان هاي الفرصة الرائعة اللي سمعتنا صوت رائع بالفعل. وأنا بدي أحكي لكم بهيك بالبروفات قبل الهواء، يعني عم بدندن ولا كأنه عم ببذل أي مجهود، بدنا بس ولو هيك دوقة نسمع الناس عن مين عم نحكي ونعطيهم فكرة قبل الفاصل. بنفع؟ الميكروفون حد خليل امسك شوية، وانت على راحتك غني شو ما بدك، أي مقطع بتحبه، عشان بس الناس يعرفوا بالفعل على أي صوت عم نحكي. قول الموال اللي من الفيلم إذا بتحب. هاي عشان نذكر الفيلم كمان طبعاً. وتحيي كمان للنجم الفلسطيني محمد عساف، صديقنا وحبيبنا. بس ملاحظة صغيرة، الفيلم أنا لما سجلت الأغاني كنت بصف 7، هسه أنا بصف 11. واو واو واو، يمكن شوي أتخربش بالكلام بس تمام تمام. من لما طار العصفور ورفرف جناحه واحنا سوا ربينا سوا، واحنا سوا ربينا سوا، وكبرنا الحب ونسماته ما ارتاحوا
حدا يفرقنا ما دام ضلوعي حما لروح اللي راحوا. تفضل. يعني مش عارف رهيب 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 جدا. بس تعرف شغلة ده أعبر لك عن إعجابي وإنفعالي بهالصوت العظيم فعلا بالفاصل. خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع لما نحكي لبلد. بشكل عام قبل الفاصل منخلص جزء، وبالجزء الثاني إسا بحكي عن شو حكينا وشو جاي في الجزء الثاني. بس إسا بدي أطلع من هذا التقليدي شوي. أنا كثير منفعل، كثير مبسوط بالأصوات الحلوة. تعرفوا هيك مثل ولد بالمدرسة بيشتروا له أواعي جداد أو إشي جديد، بالضبط هيك. حتى نشوف شو بيكون عنا بالجزء الثاني من بنحكي لبلد. يا مساء الخير عن جديد. كل شيء تمام؟ حبيبي أمير. تحدثتوا، أخذتوا نفس شوي. كل شيء تمام؟ تمام تمام. طيب هيك بتشوف هيك صور قديمة لخليل؟ بتمرق عليهم صور عندي. تشوف هيك؟ أكيد. وبسأله عنهن. بشوف إيش قصة الصورة؟ إيش المغزى من الصورة؟ وين؟ عشان نسترجع أنا ويا ذكريات وأعرف كمان شغلات. هاتوا نسترجع إحنا الثلاثة والطاقم في الاستوديو والمشاهدين كمان مراحل ثانية من حياة خليل أبو نقولة، ونروح على صورة جديدة يمكن في هاي اللحظات من فترة أخرى يمكن في حياته الفنية. هاي عرض من فرقة موال؟ صحيح. متذكر أي سنة تقريبا كان؟ هذا يا عزيزي هاي الصورة بالذات إذا أنا مش غلطان في هاي أوبرات البيت، العرض العروض الافتتاحية كانت للأوبرات، كانت في قطر، في الدوحة قطر. هذا الحكي كان سنوات التسعينات، وسط التسعينات، يعني حوالي نقول 95 96. يعني إذا أكثر من 20 سنة تقريبا على هاي بالفعل الصورة أو هذا العمل. صحيح. على موال مين غنيت وعلى موال مين بتكاش تغني؟ طبعا العمل هو أوبريت البيت اللي هو من أحد أعمال الراحل الكبير سميح القاسم، وفرقة موال طبعاً بإدارتها الزملاء والإخوة الأعزاء والأستاذ معين شمشوم ونهاد شمشوم، قرروا أنه يعملوا عمل خاص للقدس. البيت طبعاً المقصود فيه القدس. ومن هنا بدأ العمل والإنتاج العمل والتلحين اللي قام في تلحين المقاطع الموسيقية الآلية منها الفنان معين دانيال من الناصري، معين دانيال، ولحن الكلمات، كلمات الأوبريت، الفنان ماهر خوري من عكا. وطبعاً
كان إلي بعض الملاحظات واللمسات طبعاً فيما يتعلق في عظيم جداً. وللتنويه أنت بموال تقريباً من 84 من سنة 84 برافق الفرقة في كل أعمالها أو أغلب أعمالها. وهي كمان صورة من طاقم موال. واي هاي صورة هاي في اليونان في جولة الفرقة في اليونان سنة بداية شهر 3/87 يعني كانت مشاركة لنا في يوم الأرض في جولة حفلات في اليونان وبلغاريا. وهاي المجموعة طبعا إذا بتشوف بالصورة معنا كمان الفنانة الزميلة الأخت أمل مرقص. صحيح. وعدد من الفنانين منهم الموسيقيين عازفين أو الراقصين والراقصات الأصدقاء والزملاء حبايبنا لليوم. هاي الصورة والصورة كمان اللي قبلها بما أنه يمكن جيلك كمان كان أصغر من إسا بكتير فطني بسؤال. تفضل. راهقت فنيا؟ كان في محاولات مراهقة بمعنى بالفاصل بالقسم الأول كنا حكينا على موضوع الفرانكو وميول الجمهور فكان في فترة من الفترات لما قررت أنه أخوض مجال الفن وتراجعت عن قراري السابق فبتصير بما أنه بعده الإنسان جديد بالمجال فبيكون زي اللي بتلاطمه الأمواج زي السفينة اللي بتلاطمها الأمواج بده بعده مش راسي على خط معين وأسلوب معين لكن هل المبادئ الموجودة الراسخة في راسي وخطي الفني يعني معالمه موجودة تقريبا بس بدها توضيح فكان من الطبيعي أنه زي ما بقوله حسب طلب الجمهور بدهن أغنية كذا وبده أغنية كذا وعشان تنجح بقطعة الجمهور إيش بده فكنت على وشك في فترة معينة وبما أنه جيل شباب على وشك الانزلاق يعني زي بدي أقول لهذا الاتجاه لكن الحماني هو طبعا زي ما كنت قلت لك الخلفية الموجودة والمرجعية الموجودة من الوالد والوالدة والجد والإخوال والإعمام والناس اللي بتشجع على الحفاظ على المستوى الفني وعلى التراث والفولكلور وما وبما أنه هيك أجيت يمكن على سيرة الخطوط والألوان والتخبط في مرحلة معينة بهمني أسأل اليوم من أولى بتهتم تسمع كتير مدارس موسيقية أنماط كتير ألوان كتير أوقات حتى شغلات اللي أنت مش كتير بتحبها بس تسمعها عشان تأخذ منها وكأنه بسمع مش عشان أخذ منها بسمع لأنه لازم كل بني آدم يعرف كل شيء بمجاله لما أنا موجود بمجال ونطاق الغناء أنا لازم أعرف كل المجالات فيه وكل الألوان فيه عشان بالآخر أختار اللون اللي أنا بدي إياه. في عندك اليوم هيك بتحس أنه ممكن بعد كم سنة أنا أرسي على لون معين يمكن ما يكونش الطربي العربي يمكن لون ثاني يمكن السؤال بكير عليه بعرف بس بتحس اليوم في عندك ميل للون آخر غير الطربي العربي؟ بصراحة الإشي مش بس برجع لي أنا الإشي برجع لزمننا اليوم زمن أبوي كان بنفع كل الوقت يكون طربي وبآخر السهرات يكون الجو الشبابي اليوم زماننا بطلب شبابي وطربي في ناس بتحب الطرب في ناس بتحب الشبابي في ناس بتحب اشياء تانية مين بسمع سؤالك حلو بسمع الكل بس جوابك أكتر حلو بس اكثر شيء ام كلثوم وديع الصافي صباح فخري خليل ابو نكولة مجداد تعرف هذا دائما السؤال اللي بيسالوه لكل حدا بيمتهن الموسيقى او بيشتغل بالفن مين بتسمع من الوجوه الجداد بدي اسالك اياه بدي اسمح لحالي اسالك اياه طبعا غير محمد عساف محمد بصراحه احكي لك اول طلعته كنت اسمع له كثير هسه بعدت عنه اقل شوي نعم إسا بسمع أكثر محلي مثلاً إياد طنوس زهير أبوي وديع شوفاني بسمع كتير من الناس الموجودين هون عنا لأنه نطاق شغلي وشغل أبوي مش بعطناش كتير نطلع لبرا بسبب الظروف اللي إحنا موجودين فيها لا 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 صوت حلو كمان متحدث
هاي باكيج كامل. بداية منيحة. بداية منيحة. هاد نفوت على العائلة حاليا أكثر. العائلة الثانية بالأساس مش العائلة الأولى. لو سمحتوا شباب من نشوف الصورة حاليا لمرحلة جديدة. شراكة حياة. شراكة حياة اللي بتعرف كتير معايير بتتطلبها يمكن شراكة الحياة واختيار شريك أو شريكة الحياة. نشوف الصورة. زوجة. شو قلت بدي يكون بشريكة حياتي وشو قلت بديش يكون بشريكة حياتي؟ بديش يكون يعني ما فكرتش فيها كثير. فكرت باللي بدي إياه يكون. كل عمري أقول بدي زوجي جدعه، مره جدعه. باختصار جدعه طبعا بالمفهوم الشعبي او كيف نفهمه احنا. جدعه بكل بكل المعاني. صحيح. قد حالها، جريئه، ما يعني ما تكون ضعيفه شخصيه، ما تكون ومش منساقة وراء المجتمع وما إلى ذلك. بالضبط. عندها شخصيتها، عندها قرارها، عندها حضورها، عندها رأيها، عندها. وحتى في بعض الحالات ممكن تغطي نقاط ضعفي أنا. فمن هون أول ما تعرفت على زوجتي وتعرفت واخذت فكره عن شخصيتها، ناهيك عن طبعا شكلها وجمالها والحمد لله، قلت هذا اللي بدي اياه. هاي هي شريكه. بالزبط. حياتي. ما سمعناش كثير، بدنا نسمع. شو بدك تسمعنا؟ اسم نسمع. وهاي لشريكه حياتك. ونقولها راح يرافقنا على الدف حاليا. نعم. يلا. ايش بنقولها شريكة حياتنا؟ هي بالضبط شريكة حياتنا، مش شريكة عادك لحالك. طبعًا. صحيح. طبعا. يلا. سألوني شو عندك بالبيت؟ بقول لهم عندي ولدين وبنت. الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلع قد الدنيا وأكتر. الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكتر. وعليهم تعمر أساس الكون، وأي نبي بالحب ما بشر. الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر. وعليهم تعمر أساس الكون، وأي نبي بالحب ما بشر.
عم تسألي شو الحب يا أسمر. عظيم 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 جدا. يمكن اللي بخطر بعدك ماسك العود في إشي ثاني بدك تسمعنا إياه؟ خلص طبعا ما حكى أنا. بدي أرجع شوي على العيلة والشغل. خليل يعني اليوم أكيد وواضح أنه حياة المطرب هي حياة ليل أكثر، ويمكن هي الأوقات اللي ما بتواجد فيها بالبيت. شو بتشوف من الناس بالليل بتشوفش بالنهار؟ طبعاً منشوف وجهين مختلفين وهذا طبيعي. لما منشوف هالوجوه بالأفراح وبالمناسبات منشوف كتير طبعاً لا شك إنه في كتير حب. عم بتحاول كتير تكون دبلوماسي أقل ما فيها. منشوف لا يعني كمان حقيقة. طبعا منشوف كتير كتير حب وكتير فرح، لكن في كتير بالمقابل مجاملات طبعا، وأحيانا بتقرأ حتى بوجوه الناس أو بعيون الناس اللي منها حاضرة الفرح إنه ممكن يكون زعلان أو جاي يعني قصراً غصباً عنه يقضي واجب، أو جاي عن حب. يمكن في فرق. وكمان ما نبعد عن البان الاقتصادي إنه كمان في مرات بيكون عبء اقتصادي على بعض الناس والله يعينهم. وتاني يوم بتشوف إن يختلفون تماما مع كل مشاغل الحياة. إذا عم نحكي على مجاملات، يمكن العلاقة أو من العلاقات اللي ما فيهاش مجاملات هو الأب وابنه. أكيد اليوم الأولى لما بدك تعرف حدا من أصحابك أو أشخاص عم تتعرف عليهم جديد على أبوك، أوكي؟ بتقول إن أبوي خليل الأمن الأولى، بقول لك مش بالضبط سامعين فيه. شو ممكن تسمعهن هيك على التلفون أو بتفكر هاي أفضل إشي غناه أبوي؟ أكتر وصلة معروفة لأبوي و أنت بتفكر إنه أداها بشكل رائع. هي وصلت صلة الزين قلبي وين طلعني درج درجي، هاي هي الوصلة المعروفة، أكتر وصلة معروفة لأبوي اللي بتتداول بين الناس كتير، بحطوها بالأفراح بدون وجود أبوي. أنا بس عم بسأل، بتحب تسمعنا إشي منها؟ أنا بس عم بسأل. يلا حاول قول. لا لأنه مش كتير أنا يعني مش كتير أغني، بس حاولت عشانكو. طيب يلا غنيها أنت وأنا بساعدك. أنا جنبك بساعدك. يلا غنيها أنت وأنا بساعدك. يلا يلا معكو إحنا. طيب بده كيف بدك تغني؟ بديش أغني، غنيها أنت وأنا بساعدك. طيب يلا طيب يلا مقطع منها. ورطك يا بير يا بير، هل كانت توالفنا تمرق كأنما بتعرفنا يا بير يا بير يا هل كانت توالفنا تمرق كأنما بتعرفنا يا بير؟ زرعنا سقينا الزرع وقطفنا وبدنا نسرب ما بقى
بكير ما بقى بكير أنا وقلبي قلبي وين قلبك وين اضلي ما شفتك سنتين الا ما ارجع لقي تنحط العين على العين قلبي وين قلبك وين صار لي ما شفتك سنتين الا ما ارجع لقي تنحط العين على العين والفق صار مضيع دربه ناطر حتى يشوفك جنبه تيرعب يبرم على قلبه وهنت عايش بالقلبين قلبي وين قلبك وين صار لي ما شفتك سنتين الا ما ارجع لقي وحياتك يا رفيق الروح ساكن بالقلب وبالروح وحياتك يا رفيق الروح ساكن بالقلب وبالروح عن دربك عم المجروح بطاوي الجرح بلاقيك قلبك وين صار لي ما شفتك سنتين الا ما ارجع لقي تنحط العين على العين عظيم الله الله احنا عم نسمعك هيك على على رواء مبسوطين بس الوقت مش رايق والوقت بالتلفزيون هو العدو الاول لنا في كل برنامج بالتحديد حواري مع ناس عن جد بنحبهم حبيبي بس هيك كنترول قديش بعد معي وقت عشان اعرف كيف ثلاث دقائق ممتازات بس عشان تعرف انا نص اسئلتي ما سالتهاش لانه عن جد مستمتع حبيبي بس حاليا حابب اخبركم شوي بالسرعه yeah. اوكي مش رح اشغل الوقت عشان ما نضغط اكثر بس باسئله شوي سريعه بطلب منكم ما تفكروش يا رب ننجح بتجاوبوا عنهن هات نبلش معك خليل مين من زملائك اشتغل وسوق حاله اكثر منك الفنانين يعني ما بقدرش اقول واحد بقدر اقول اثنين مين يعني زميلي زهير فرانسيس وإياد طنوس أكثر شخص بيتصل لك كتير كل يوم دائما هيك اسمه على الشاشة زميلي والعازف الأورجل زميل رامي خوري كم مشروع نحط بالجرور عشان شح الميزانيات أوقات مشروع فني عديدي وكتيري إذا بدي أقول لك خليل أبو نقولة احلم لنقولة وحلمك رح يتحقق شو بتحلم يا رب انه ابني ينجز اللي ما قدرت انجزه ويحصل على اللي ما قدرت احصله خطوه واحده بتتراجع عنها خطوه اتراجع عنها يعني مش متذكر شيء مش متذكر كم مره رحت على عرض موسيقي يعني بس لتدعم الفنان مش لانك عن جد مآمن بموهبته مبدئي بالفن أدعم وأعطي معنويات لكل فنان الزمن هو كفيل أنه يغربل منيح عظيم جدا مين اليوم من ممتهني الموسيقى مغنيين أو موسيقيين ممكن يوصل كتير بعيد بس لو في منظومات موسيقية منيحة بالبلد في بلدنا والله كتير يا أمير وصعب أحدد كتار أصوات رائعة السؤال الأخير أي سؤال حاولت أو خبيت معلومات فيه اضحك أي سؤال من هدول الأسئلة الأخيرة؟ منفع تختار من كل المقابلة ما خبيتش يمكن ما قدرتش أجمل حاولت كل. تكون دبلوماسي ما قدرتش أقول كل شيء لأنه يعني سؤال الأسماء في عديدين سؤال كمان الحضور العروض بحضر عروض لما فرصة تسمح لي عظيم جدا بحاول انت مخبيش. والسرعة يعني مناح مش بطلين هات نشوف اذا انا سريع بالسواقة بس نقولة هات نشوف اذا نقولة اسرع منك يلا ان شاء الله احكي لي عن مشكلة واحدة انت عملتها وخليت خليل يطفر عليك ضربت معلمي صراحة اذا زعل كيف ترضيه مع الوقت بس يهدى بروح عنده بتروح لعنده بتحكيه اكتر اشي بتحبه بس خليل بيتضايق اذا عملته اكتر اشي اسوق بدون رخصة كم مرة بيكون ملكاش اخلاق وخليل بجرك على الدراسة اوه
كثير. اي مواضيع ممكن اقول عليها لا غير السواقه؟ فش. شو المواضيع اللي بتروح تحكي او تستشير امك فيها مش خليل؟ الموضوع المواضيع اللي بتخلي ابوي يتعصب. اوكي دبلوماسي دبلوماسي الشاب. على كل اشطر منك بالسرعه بالسرعه هو اشطر منك. بس ازيد شغلي الاشياء اللي بخليني ابوي ابعد عنها هي الدخان وما هاي انا بوافق معه عليها. على كل الوقت مرق مثل الطياره. حلقتنا خلصت بس امنياتكم رح نسمعها بعد ما اشكر كل حدا منكم قدام كاميرا بنحكي لبلد. شكرا كثير نقولها ابو نقولها تفضل. العام والجميع بألف خير وان شاء الله دائما بهدات البال والسعادة. هاي كانت أمنية نقولة. شكرا لك خليل بالفعل على هذا الوقت الأكثر من رائع. شكرا لك ولجميع المشاهدين كمان. أنا ماشي بهذا النهر وإن شاء الله لقاءاتنا إن شاء الله متكررة. الكاميرا لك. شكرا. تفضل. يلا طبعا بمناسبة شهر الفضيل شهر رمضان الكريم بنحيي الجميع وبنتمنى للجميع شهر كريم ورمضان كريم. وأمنيتي الشخصية على الأقل إنه نجتث مع بعض بأيدي كل اللي بيقدروا ظاهرة العنف والجريمة اللي عم تتكاثر وتتطاول على أرواح الأبرياء في أهل البلاد وفي وسطنا العربي بشكل خاص. ويا رب يجي هذا اليوم قريب. وشكرا كل عام وانتم بألف خير. إذا هاي كانت الأمنيات من خليل ونقولة أبو نقولة. قصة جديدة خلصت بس حكايانا وكراريفنا بعدها مكملة بنحكي لبلد خلال كل ليلة. إلى اللقاء.